وحدة جديدة يا سادس اللي هي القياس. وحدة القياس هي عبارة عن قوانين للأشكال الهندسية. للدرس الأول هو محيط المضلع، بدنا نحكي اللي هو عن قوانين اللي هو محيط المضلع. على محيط المضلع بشكل عام اللي هو مجموع أطوال أضلاعه. وقبل ما نحكي عن محيط مضلع لازم نكون عارفين شو هو المضلع، وإحنا حكينا إنه هو شكل مغلق، لازم تكون كل أو العدد اللي هي القطعة لازم تكون مستقيمة، ما لازم يكون على شكل منحنى. هلا محيط المضلع بشكل عام له مجموعة أطوال أضلاعه، فمثلا عندنا فيها بالسؤال راسم لنا مثلث، حكينا جد محيط اللي هو الشكل المجاور رح نجمع اللي هي الأضلاع 5 زائد 4 زائد 5 وتساوي 14 سنتيمتر. طبعا ما ننسى دايما وحدة اللي هو المحيط سنتيمتر أو متر كيلو متر ديسيمتر، وهاي اللي هي الوحدات بدون أي عدد اللي هو فوقها. هلا في عنا سؤال اللي هو أو مثال، ملعب كرة قدم مستطيل الشكل معطينا طوله 90 وعنا عرضه 60، فبيسألنا ما مجموع له هو أطوال أضلاعه. هلا احنا بنعرف انه المستطيل كل ضلعين متقابلان فيه بيكون متساويين في الطول، فبالتالي اذا اعطانا طوله 90 اكيد من الناحيه التانية 90، واذا عرضه 60 من الناحيه التانية هون رح يكون 60، فرح اجمع 90 زائد 90 زائد 60 زائد 60. او بدل ما اجمع هيك بحكي 2 ضرب 90 زائد 2 ضرب 60، اللي هو عنا قانون محيط المستطيل اللي هو يساوي 2 ضرب الطول زائد العرض. يا بختصر هذا القانون يا اما بجمعهم كل واحد لحال، فقانون محيط المستطيل حيكون 2 ضرب الطول زائد العرض. ليش حكينا 2؟ لانه عندنا الطول بيكون له وكل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، فبالتالي الطول رح يكون نفسه للجهتين والعرض كذلك الامر. هلا في قانون اللي هو محيط المربع، محيط المربع اللي هو 4 ضرب طول الضلع. ليش حكينا 4 ضرب طول الضلع؟ لانه عدد اضلاع المربع هي 4، وبطول الضلع كون المربع اللي هو شكل عدد اضلاعه اللي هي متساوي في الطول او اضلاعه متساوي في الطول، فبدل ما انا اجمع لي مثلا هون طوله 5، بدل ما احكي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 4 مرات بحكي 4 ضرب 5 وتساوي 20. في قانون تاني اللي هي الاشكال الهندسيه اللي هي منتظمه، زي مثلا شكل سداسي منتظم او شكل سباعي منتظم، بدي اوجد انا محيطه رح يكون القانون عدد الاضلاع ضرب طول الضلع. فمثلا سداسي منتظم عدد اضلاعه 6 طول الضلع انه 4، فبحكي 6 ضرب 4 تساوي 24، او بجمعهم كلهم 4 اللي هي 6 مرات بطلع نفس الاجابه. فقانون محيط المضلع المنتظم اللي هي عدد اضلاع المضلع ضرب طول الضلع. هاي اهم القوانين الموجوده في الدرس الاول. هلا في الدرس الثاني اللي هو عن مساحه وتوازي الاضلاع. قانون مساحه وتوازي الاضلاع اللي هو طول القاعده ضرب الارتفاع. عندنا متوازي الاضلاع بيكون له قاعده وفي له ارتفاع، اللي الارتفاع بتوصل ما بين احد اللي هو الرؤوس والقاعده المقابله لإلها، فبالتالي هذا بيكون عندنا الارتفاع. فمساحه المضلع او متوازي الاضلاع اللي هو طول القاعده ضرب الارتفاع. طبعا ما ننسى في هاي اللي هو دروس ممكن نحتاج للدرج اللي هو تبع تحويل من مليمتر لسنتيمتر لديسيمتر متر او كيلومتر، واحنا طالعين بنقسم واحنا نازلين بنضرب، وكل الدرجات 10 الا الدرجة بين كيلومتر ومتر 1000. طبعا في مسائل تيجي اللي هو في الشكل المجاور متوازي الاضلاع معطينا طول قاعدة 8 وارتفاعه 4، ما مساحته؟ بنحط مساحة متوازي الاضلاع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع. طول القاعدة 8 ضرب اللي هي 4 وتساوي 32، والمساحة وحدتها سنتيمتر مربع، لأنه بنضرب سنتيمتر في سنتيمتر حيطلع معنا سنتيمتر تربيع. هاي مهمة كتير تركزوا عليها، المحيط بيكون بدون تربيع بس المساحة بيكون عندنا تربيع. هلأ في عنا كمان مثال تاني، متوازي أضلاع معطينا المساحة ومعطينا طول القاعدة وطالب منا الارتفاع. هون رح نحط أول شي القانون هو مساحة وتوازي الأضلاع تساوي طول القاعدة ضرب الارتفاع، اللي هي منعوض مكان مساحته 276 ومنعوض مكان طول القاعدة 32 في أو 23 في القانون ضرب الارتفاع هو المجهول. إحنا أخذنا في الفصل الأول اللي هو حل المعادلات إنه إذا كان عندنا عملية ضرب وكان في عندنا مجهول بدي أتخلص منه، بودي على الطرف الثاني بإني أعكس لي العملية. هون عندنا ضرب عكس قسمة، فبحط تقسيم 23 تقسيم 23 من الطرفين، فبيطلع الارتفاع اللي هو 276 تقسيم 23 وتساوي 12 سنتيمتر. وقبل ما أحل هاي المسائل دائما أتأكد إنه الوحدة في الجهتين للمساحة أو طول القاعدة متساويتين، يعني هون دسي عندنا متر راح أحولها لسنتيمتر. كمان أنا في مثال 3، معطينا قطعة أرض على شكل متوازي أضلاع طول قاعدته 20 وارتفاع معطينا 12، فإذا كان 8 متر مربع دائما إذا حكى 8 متر مربع معناته مساحة، أما إذا حذكر 8 متر بدون مربع بيكون محيط.
هلا 50 دينار فجد ثمن القطعة الأرض. دائما هلا أول خطوة بدي أعملها بدي أوجد أنا مساحة اللي هي متوازي الأضلاع اللي طول القاعدة ضرب الارتفاع، فبضرب 20 ضرب 12، 20 ضرب 12 هي 240، 240 بضربها بـ50 لأنه عندنا المتر مربع الواحد سعره 50 دينار، فبضرب اللي هي 240 بـ50. موجود في الصفحة الثانية راح نحط اللي هي 20 ضرب 12 تساوي 240، 240 ضرب 50 اللي هي بطلع سعر الأرض 12,000، هاي سعر الأرض كاملة. طبعا هو كاتب في تحقق للحل اللي هو انه يرجع يقسم تقسيم وبيطلع معانا أسعار. المهم انه نعرف كيف اللي هو صيغة السؤال كيف افسرها لقوانين. هلا الدرس اللي بعد مساحة اللي هو متوازي الأضلاع لمساحة شبه المنحرف، برضو في قانون هذا القانون نحفظه اللي هو قانون بيحكي لنا انه مساحة شبه المنحرف تساوي نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع، لا احنا بنعرف شكل شبه المنحرف بهذا الشكل، في عندنا قاعدتين، القاعدتين مش متساويتين في الطول، فمجموع هذول القاعدتين اضربهم بالارتفاع، والارتفاع اللي هو برضه نفس متوازي الاضلاع اللي هو المسافه ما بين اللي هو احد رؤوسه للقاعده الثانيه، هذا يسمى ارتفاع. ضرب الارتفاع هذا قانون اللي هو مساحه شبه المنحرف. في مثال واحد كاتب انه مثلا جد مساحة شبه المنحرف الذي طول قاعدتيه 12 سنتيمتر و 8 سنتيمتر وارتفاعه 1 ديسيمتر. ننتبه للوحدات انه هون عندنا ديسيمتر لازم احولها لسنتيمتر. هلأ من ديسيمتر لسنتيمتر انا بدي انزل، ولما انزل بدي اضرب بي 10 في الدرج، فرح نصير 1 ديسيمتر عبارة عن 10 سنتيمتر. نحط القانون لمساحة شبه المنحرف تساوي نص ضرب مجموع القاعدتين ضرب الارتفاع. مجموع القاعدتين اللي هي 12 زائد 8 ضرب اللي هي عندنا 10، 12 زائد اللي هي 8 20، نص ال 20 10، 10 ضرب 10 تساوي 100 سنتيمتر تربيع. وما ننسى كمان لانه عندنا مساحة شبه منحرف عندنا الوحدة لازم يكون عليها تربيع. كمان في عندنا مثال 2 قطعة ارض على شكل شبه منحرف معطينا المساحة هون، فاذا كانت مجموع طول قاعدتيها 40 فجد ارتفاعها. هلا المجهول هو الارتفاع، ومعطينا طول القاعدتين ومعطينا المساحة، بنعوض على القانون مساحة شبه المنحرف اللي هو 400 تساوي نص بننزلها ضرب مجموع القاعدة أعطانا إياها 40 ضرب اللي هو الارتفاع مجهول. نص الأربعين 20، هلأ 20 ضرب الارتفاع، بدي أتخلص من 20 رح أعكس عكس الضرب قسمه، فنحط تقسيم 20، تقسيم 20 من الطرفين حيطلع معنا الارتفاع اللي هو 400 تقسيم 20 ويساوي 20 متر، لأنه يعني عندنا الوحدات متر تربيع ومتر، فالارتفاع حيكون برضو اللي هو متر. هذا اللي هو درس شبه المنحرف.